مرحبا بكم في حلقات المسلسل الرائع How I Met Your Mother، كيف تعرفت على أمكم في موسمه السابع. وفي هذه الحلقة نحكي لكم ماذا جرى في أولى حلقات الموسم بعنوان أفضل صديق. يواصل تيد موزبي المهندس المعماري حكاية لقائه بزوجته لابنه وابنته الذين يستمعان إليه باهتمام رغم طول الحكاية. يواصل متذكرا ويقص عليهم يوم زفاف صديقه الحميم بارني. يحاول تيد تخفيف الضغط على صديقه العريس القلق إزاء إقدامه على الزواج، وهو الشاب الجامح الذي اشتهر ببحثه المتواصل عن العلاقات الغرامية العابرة. وفي خضم الحديث يتذكران يوم زفاف بونشي وكيف قام مارشال صديقهما بتخريب الزفاف كله. يومها يجتمع الأصدقاء الخمس للاحتفال بزفاف بونشي، وراح بارني يجدد من ابتكارات صيد الفتيات والإيقاع بهن في شراكه. ولكن أهم شيء كان يؤلق مارشال وليلي الزوجان المحبان هو كيف سيتمكنان من إخفاء حمل ليلي عن الجماعة. وفي سبيل ذلك يجبر مارشال من احتساء كميات كبيرة من الشراب عوضا عن زوجته لحماية المولود، فيثمل ويوشك على القيام بمصائب لولا الحظ الوفير. وعندما يترك مارشال زوجته مع روبن، تكتشف هذه الأخيرة أن روبن لا تزال تحب بارني الذي مضى غير عابئ وراء فتاة جديدة نورا. في الأثناء حاول مارشال وبارني إقناع تيد بالحديث عن المقال الصحفي الذي كتب عنه أو عن البناية الجديدة التي قام بتصميمها وتجنب الإحراج عند قيامه بإعلان تمنياته للعروسين، غير أن تيد يرفض التكبر رغم تاريخه المحرج مع تمنيات الزفاف ونهايتها الدائمة بالبكاء والنواح. يتواصل الاحتفال ويرقص بارني وروبن على أنغام ألحان هيجت مشاعر روبن وكادت تجعلها تبوح بحبها لبارني لولا هاتف بارني واتصاله نورا الصاحبة الجديدة. فتساعد روبن بارني على استعادة ثقة نورا به دون علم منه. وفي لحظة حزن اجتمع تيد وروبن في شرفة المنزل، فيشكو تيد وحدته وتوقه للشعور بالحب والاستقرار اللذان لا يأتيان، ويأسه من أن يوما ما سيشد توأم روحه. روبن ورغم حزنها تحاول من رفع معنوياته، فالحب موجود في مكان ما ولا يجب اليأس من الوصول إليه يوما أبدا. حينها ينضم إليهم الأصدقاء، فتكون الفرصة الذهبية لمارشال وليلي للبوح بسرهما. أخيرا ليلي حامل، فتجمع الفرحة قلوبهم جميعا. ويأتي دور التهاني للعروسين. تيد يحاول محاربة فرحته ولكن لا يتمكن من الإمساك بالدموع، فيسرع مارشال ليساند صديقه. فهو لا يبكي على زواج شموزبي بل لأن زوجة صديقه حامل. حينها يتصاعد الصراخ والغضب في القاعة، يتشاجر أهل العريسين لأن العروس حامل دون معرفتهم. وهكذا خرب مارشال دون قصد الزفاف كله. يضحك تيد وبارني من الذكرى ويوقن بارني أن زواجه أفضل قرار اتخذه في حياته. تابعونا في الحلقات القادمة ما سيجري من أحداث، وحتى نتعرف أخيرا على هوية زوجة تيد الغامضة. لا تبخلوا علينا بتعليقكم وآرائكم، اضغطوا على سبسكرايب وشاركوا في هذه القناة، وادعوا أصدقائكم للمشاركة أيضا. أحباء How I Met Your Mother، نلقاكم بإذن الله الحلقة القادمة. السلام عليكم.